الجديد. الإعلامي نوفل الورتيني كان من 5 أيام هبط ببليكاسيون على انستغرام كتب فيها آخر يوم تصوير هاشتاك اضحك معنا رمضان، شكرا لعائلة الثانية هاشتاك باش نتوحشكم، إلى اللقاء هاشتاك التاسعة عيدكم مبروك. الناس الكل دخلت بعضها قالت أنه نوفل الورتيني سيب شي غادر التاسعة، أنه نوفل الورتيني ما عاش باش نراوه في التاسعة، أنه شنية الحكاية متأخر خروج نوفل من التاسعة. قلت خلينا نزيد نسنس شوية. أنا دخلت على لي كومنتير اللي موجودين غاديكا، والله بصراحة ضحكوني لي كومنتير به. نلقى واحد حاطط له قال له كلم سواغمان تو يجي ينفستي فيك أنت ويحلك قناتك الخاصة. فما شكون قال له فوالا، فما شكون قال له زعما شراتك الجنوبية حاصل تنبير عالمي على نوفل الورتيني وخرجوا. أنا ما نتخيلش أنه خرج من قناة التاسعة، نتخيل أنه خذاها معناتها راحة باش يرتاح فيها، وبعديكا تنزيدوا نكتشفوا شنو حكاية نوفل الورتيني بالباهي بالباهي. هو الطبيعي أنه القبر قنوات التلفزية تدخل في نوعا ما هدنة إعلامية بعد التعب، بعد حق حاجة خدمة رمضان تعب برشا، فطبيعي جدا لما أتصوره كما قلت أنت باريوم أنه الريحة ما به الحديث كمان به نعمل خلك ما نقوله ستاتيو يحكي عليه معناتها اسمه ما يتفاش قديمة موجود به في المقابل.